مساء الخير على أحلى مشاهدين، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة شباب. إفشاء الأسرار جريمة يعاقب عليها القانون. عطاؤنا لبيئتنا مبادرة تهدف للحفاظ على أماكن الكشتات. مدربين الرياضة الشخصيين إمكانيات وخبرات كبيرة. وجديد الفنان عبد المجيد عبد الله أخذت القلب. طيب في البداية أتمنى لكم بداية أسبوع جميل للجميع ومليء بالإنجازات والنجاحات الجميلة، ونروح معاكم لجولة السوشيال ميديا وحصيلتها متنوعة صراحة. لليوم أبدأها معاكم بأول تغريدة من حساب موسم الرياض على خطى والده السائق العالمي ميك شوماخر، متحمس جدا لآخر يوم لمهرجان فيراري في معرض الرياض للسيارات. I'm here with the legend Mick Schumacher. How are you, man? Good to see you. Good, thank you. How are you? How is your experience in Riyadh season car show with you? It's been good so far. I mean, obviously, you know, some really nice cars around, especially in a few buildings around. So I got to see some, pretty nice machineries, and yeah, I got to drive one too. You've driven the Ferrari FXX Evo here in Riyadh. How does it feel to drive an 800 HP car on this track? The track is quite sandy, and obviously, therefore the grip is quite low. We have also rain tires on it, so it was nice. It was good to drive it, and yeah, just good experience. Yes, good experience. Here we have, for the first time outside of Europe, okay, an expedition of the FS70H. How thrilled are you to drive this car here? Yeah, I'm gonna be nice to drive this car. I mean, obviously, I have driven the 2019 model, but this is probably one of the first, or the only, or the last cars, I'd say, without the halo. So yeah. ميك طبعا والده هو مايكل شوماخر، كان من أشهر السائقين في هذا النوع من السباقات حول العالم، وهنا نقدر نقول بأن الابن هو سر أبيه، وأكيد لازم يتحمس لآخر يوم في مهرجان فيراري في معرض الرياض للسيارات ضمن موسم الرياض، لأن فعلا الرياض تخيلوا أكثر وبس، ما نقدر نقول أكثر من كذا الصراحة. نروح لتغريدة ثانية من حساب مجلس الصحة الخليجي. الإشاعة انتبه تطلع من مكان دافي لمكان بارد ليجيك أبو الوجيه، والحقيقة راح نشوفها في هذا الفيديو. الإشاعة انتبه تطلع من مكان دافي لمكان بارد لا يحوشك أبو الوجيه. وايد نسمع هذه الجملة، وايد منا مو متأكد إذا كانت صحيحة أم خاطئة. أولاً، شنو هو أبو الوجيه؟ هو شلل الوجه النصفي أو ما يعرف بالتهاب العصب السابق بسبب عدم قدرة تحريك العضلات اللي تتحكم في الابتسام وحركات الوجه الأخرى. وايد من الناس يحرصون أنهم ما يتعرضون لهواء بارد وقوي تجنباً للإصابة بأبو الوجيه. الحقيقة أن هذه المعلومة غير صحيحة. أثبتت الدراسات أن التعرض للبرد ما له أي علاقة بشلل الوجه النصفي أو أبو الوجيه. ممكن يكون السبب التهاب، تورم أو الضغط على العصب السابع اللي يتحكم في عضلات الوجه، أو عدوى فيروسية في العصب الوجهي، مما يؤدي إلى ضعف أو شلل في الوجه. إذا لاحظت أي تغير في تعابير وجهك أو ابتسامتك، لا تتردد في أنك تأخذ استشارة طبية. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. يعني يا جماعة بالمختصر، قبل ما الواحد يقعد يسمع لي الإشاعات اللي لها علاقة بصحتنا، لازم أن يتأكد منها. ما في أحسن من أن الواحد في صحته يسأل طبيب ويكون مهتم أكثر، وما في داعي أبدا أن ننجرف وراء الإشاعات اللي ممكن تؤدي إلى بعض المشاكل.
نروح أيضا لتغريدة أخرى من حساب عواد العتيبي وصراحة لفتتني كثير. اتكلم عن شركة دراجات تعاني من تلف شحناتها فقامت باستمرار بوضع صورة تلفزيون على صندوق الشحنات فتم تقليل تلف الشحنات بنسبة 80%. يعني أول ما شفت هذه التغريدة قلت فعلا الحاجة هي أم الاختراع. بصراحة عجبتني كثير الفكرة. هذا طبعا يعتبر ذكاء من الشركة للحفاظ على منتجها، لأن بعض شركات النقل الله يسامحهم ما تهتم بمحتوى هذه الشحنة أبدا وتتعرض للكثير من التلفيات، وأعتقد أن في عقوبات على شركات الشحن والنقل إذا حصلت أي أضرار للشحنة. وعموما تحية كبيرة لشركة الدراجات اللي راحت لحل بسيط وفعال في نفس الوقت. روح لحساب منوعات وثقافة يحيى قاسم، تكلم عن ظاهرة فريدة من نوعها. هذه الظاهرة تسمى بالغيوم المتقزحة، وقد تم التقاط هذا المشهد من النيبال. تحدث هذه الظاهرة بسبب تجمع بلورات ثلجية في الغيوم حيث تتعرض لأشعة الشمس ثم تظهر ألوان الطيف فيها. شايفين الإبداع اللي قاعدين نشوفه في هذه الصورة؟ يعني الواحد لما يشوف هذا المنظر فعليا ما يقدر إلا أن يقول سبحان الخالق فيما خلق وأبدع. ألوان الطيف ظاهرة بوضوح على السحابة كأنها قطعة من القطن تسبح في الهواء. شكرا لحساب منوعات وثقافة على نقل الإبداع دائما وأبدا في تويتر. ومن هذه التغريدة إلى حساب سكرين ميكس، عندما تبحث عن التاريخ العريق والثقافة ستجد العلا والدرعية، عندما تبحث عن الترفيه والصخب ستجد الجدية، وعندما تبحث عن المستقبل ستجد نيوم وذا لاين، عندما تبحث عن الاستجمام والصحة والنقاء ستجد أمالة والبحر الأحمر. السعودية تجمع التاريخ والحاضر والمستقبل معا. فعلا أرض المملكة بتنوعها الجغرافي سمح للكثير من الأنشطة بأنها تكون موجودة فيها، ومو بس كذا أيضا العديد من المناطق تزخر بالكثير من الجوانب الرائعة، والمدن الجديدة مثل الجدية ونيوم وذا لاين خير دليل على التطور والتميز التي تشهده المملكة. وفي الأخير ما نقول إلا أنت ما مثلك بلد. أي والله بهالدنيا بلد. طيب نختم فقرتنا الأولى بجديد الفنان عبد المجيد عبد الله بعنوان أخذت القلب، من كلمات الشاعر الكبير أنور المشاري وألحان أيضا الفنان الرائع أحمد الهرمي. وعندما يجتمع هذان الرائعان مع صوت عبد المجيد أكيد النتيجة بتكون أكثر من رائعة. كما أخذت القلب تاركني لمن اختصرها وخذني لك صورة وصوت يلي حبك عندي لا يمكن ولن أرضى إني بغيرها أحيا لين أموت. كما خدت القلب تاركني دمان اختصرها وخدني لك صورة وصوت يلي حبك عندي لا يمكن ولن أرضى إني بغيرها أحيا لين أموت. قرر تسجلني على وباسمك اختمها على الله. يعني ما أعرف صراحة وش أقول وش أعبر. دام أخذت القلب تاركني لمن اختصرها وخذني لك صورة وصوت. كلمات أكثر من رائعة، واللحن والتوزيع أيضا، وكفاية أنها بصوت الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله. أتوقع أنها راح تكون أغنية الموسم
والشتاء. مكملين معاكم مشاهدينا، وبعد الفاصل افشاء الأسرار جريمة يعاقب عليها القانون. إذا تحدثت مع أي شخص عن سر من أسرارك، فأكثر ما تتمناه صدقوني هو عدم إفشائه لهذه الأسرار. وفي كثير من الحالات قد يعتبر إفشاء السر جريمة من الجرائم يعاقب عليها القانون، خاصة على مستوى الدول والمؤسسات وحتى في بعض العلاقات الخاصة. اليوم حديثنا حيكون عن جريمة إفشاء الأسرار، متى تكون وما هي أيضا العقوبات فيها، طبعا مع ضيف المحامي الأستاذ خالد أبو راشد. يا هلا فيك أستاذ خالد، منورنا. أهلا وسهلا بك. بداية نبغى نعرف يعني متى يكون إفشاء الأسرار جريمة وما هي الأطر المحددة لها؟ هو في الأصل إفشاء الأسرار جريمة، أتبغيها أخلاقية أتبغيها قانونية، هذا في الأصل. لما نيجي في القوانين اليوم في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، في المادة 3 والمادة 6 تحدثوا عن أولا التعرض للحياة الخاصة، ثانيا التشهير، بمعنى أنه لا يحق لأي إنسان أن يتعرض للحياة الخاصة بالإنسان الآخر، ولا يحق له أن يشهر. فلما يطلع مثلا اليوم أي إنسان في وسائل التواصل الحديثة أو السوشيال ميديا ويتحدث عن معلومات تخص شخص آخر ويذكر اسم هذا الشخص، يبقى السؤال أنت بأي حق تتحدث عن أمور خاصة تتعلق بالحياة الخاصة بهذا الإنسان؟ هذا رقم واحد. 2، بأي حق تشهر بهذا الإنسان؟ لما تقول للإنسان مثلا والله تم توقيفه أو قام بعمل كذا أو كذا، مين أعطاك الحق إنك تشهر به؟ فورد نصا في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التشهير وأيضا التعرض للحياة الخاصة. فاللي بيحصل كثير جدا إنه الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا وبيتحدثوا بالأسماء عن أشخاص آخرين وعن أمور تخصهم، هذه جرائم معلوماتية. طب يعني تقصد أستاذ خالد أنه إفشاء الأسرار يندرج تحت التشهير بهذا الشخص؟ طب ممكن يطلع هذا الشخص يقول مثلا أنه هذا مو سر، الناس كلها عارفة. جميل جدا. النظام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ما استثنى، ما ذكر والله إذا كان المعلومة صحيحة أو غير صحيحة، إذا كان معروفة أو غير معروفة، تحدث عن التشهير حتى وإن كان كلامك صحيح. يعني لو افترضنا مثلا أنه شخص تم توقيفه، هو عمليا تم توقيفه، أنت بأي حق تطلع وتشهر وتفضح هذا الرجل يقول تم توقيفه حتى لو المعلومة صحيحة؟ هذا واحد. 2، الأمور الخاصة أنت مالك، يعني ما حد أعطاك الحق أن تتحدث عن أو تتعرض للحياة الخاصة للآخرين. فالنظام كفل حماية الحياة الخاصة وكفل أيضا عدم التشهير، ورد ذلك نصا في المادة 3 وفي المادة 6. فاللي بيحصل اليوم من السنابات هذا خطير جدا، لأن السنابات بيندرج تحت المادة 6 اللي تصل فيها العقوبة إلى 5 سنين سجن في الحد الأقصى، 3 مليون ريال غرامة في الحد الأقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين. فتخيلي مقطع سناب ممكن 30 ثانية أو دقيقة أو كذا، وما يماثل السناب من برامج أخرى ممكن يكلف إنسان مستقبله. يعني أتمنى فيه أن إحنا ما نستسهل لما نتحدث في أمور تخص الآخرين. طب كيف مثلا يمكن التعامل مع هذا النوع من القضايا، خاصة بأنها بعض الأحيان تحتاج إلى دلائل وإثباتات واضحة جدا؟ جميل. الطرف المتضرر اللي ورد ذكره مثلا في المقطع من حقه مباشرة أن يتقدم بشكوى إلى قسم الشرطة أن فلان أو فلانة ذكرتني بالاسم وتحدثت بتفاصيل عن حياتي الشخصية مما يعد تعرض الحياة الشخصية وتشهير، ومن ثم الشرطة سوف تستدعي هذا الشخص وطبعا الإجراءات النظامية الكفالة الحضورية وتحيله إلى النيابة العامة الجهة المختصة بالتحقيق. فإن ثبت لدى النيابة العامة فعلا التشهير والتعرض للحياة الخاصة كجريمة معلوماتية، حتعمل لائحة ادعاء وتحيل إلى المحكمة الجزائية، والكلمة الأخيرة بكل القضاء. يعني إجابة على سؤالك إنه أي إنسان يتعرض لمثل هذا النوع على طول يتقدم بشكوى إلى الشرطة ومن ثم الإجراءات مباشرة. هذا إذا كان عبر وسائل التواصل. إذا ما كان عبر وسائل التواصل يبقى هذا ممكن على المحكمة الجزائية، ويحتاج إلى أدلة مثل مثلا شهادة
الشهود أو تحليف اليمين، يعني هذه إجراءات أيضا أخرى. طب خلينا نعطي المشاهدين أمثلة عشان يعني توضح الصورة أكثر عن جريمة إفشاء الأسرار. مثلا أنا عندي صديقة تدخل بيتي وتأكل معي وتقعد مع أهلي وتعرف يعني كل شيء عني وكل تفاصيل حياتي بالضبط. جميل. فجأة راحت مثلا فجأة ثاني يوم ألاقي أخباري في الواتساب مثلا في الجروبات صحيح. تتناقل بين الناس مثلا ألاقيها في السوشيال ميديا منتشرة. فهل هذا أيضا يعتبر؟ هذه جريمة، خلصنا هذه جريمة انتهت. إذا تحدثت في جروب في الواتس أو في السناب أو تيك توك هذا أو من دي البرامج وذكرت أنه فلانة عملت وسوت وعملت كذا اكتملت الجريمة، لأنه هي تعرضت لحياتك الشخصية أولا بدون ما تعطيها الإذن والموافقة، ثانيا شهرت فيك لأن هذا يعتبر تشهير، وكمان عبر وسائل التواصل هذه على طول جريمة معلوماتية. عندنا المادة الثالثة إن كان النص مقروء، يعني زي في مثلا في تويتر كتغريده او في الجروبات، واما اذا كان مقطع يعني فيديو او سناب او كذا ممكن الماده السادسه. جميل. طب خليني اسالك على نوع اخر من افشاء الاسرار، يعني الطبيب سواء النفسي الاجتماعي المحامي الذي يفشي أسرار موكليه وأيضا الطبيب الذي يفشي أسرار المرضى، هنا أيضا هل تعتبر جريمة وعقوبتهم؟ طبعا بالنسبة للمحاماة عندنا نظام المحاماة، نظام المحاماة نص صراحة على أنه لا يجوز ولا يحق للمحامي أن يفشي أسرار موكليه، فإن قام المحامي بإفشاء أسرار موكليه هنا عندنا عقوبة من بموجب نظام المحاماة وتطبقها وزارة العدل، وإن كان الإفشاء عبر وسائل التواصل يبقى هنا أيضا دخلنا في الجرائم المعلوماتية. كذلك الأمر بالنسبة للطبيب في نظام مزاولة المهن الصحية حدد عقوبات فيها من الإنذار ومن الترخيص وإيقاف الترخيص وخلافه إذا قام الطبيب بإفشاء أسرار موكلينه، وطبعا إن كان هذا الإفشاء عبر وسائل التواصل يبقى إحنا دخلنا أيضا في جريمة معلوماتية. المفترض لما نتحدث وكان الهدف مثلا العظة والعبرة أن لا نتطرق لا إلى الأسماء صحيح ولا إلى أي معلومة تدل على صاحبها، يعني تحدث أن والله سيدة تعرض للابتزاز فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، هنا أنت بتعطي عظة وعبرة وبتعطي توعية بدون ما تذكر أسماء. كذلك الطبيب لما يتحدث عن المريض جاني والرئة مثلا كانت يعني تالفة بالكامل بسبب التدخين، إذا أنت أعطيت نصيحة وتثقيف بدون ما تذكر اسم المريض بدون ولا تشير أيوة إلى أي معلومة تشير إلى المريض، ولكن إن ذكرت الاسم أو معلومة تدل على صاحب الشأن كمثلا مدير شركة كذا أو رئيس نادي كذا أو هذا، فإن تطرقت بمعلومة تدل على صفة الشخص أو اسمه أيضا دخلنا في التشهير. طب يعني مثلا هناك من يزل بدون قصد وممكن أنه كلامه يتضمن بعض الأسرار الخاصة، فما الحكم في هذا الجانب اللي نقدر نقول هل يعتبر كالمتعمد أو عن غير عمد؟ طبعا في القانون ما في كلمة زل ولا في كلمة آسف أو ما كنت أدري، القانون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية متى ما أرسلت السناب أو المقطع أو غردتي أصبحت مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا الأمر، ولا كان كل واحد ممكن يعني يشهر ويقول أنا ما كنت أعرف أو أنا أخطيت. إن صاحب الحق الخاص تنازل عن حقه الحمد لله، إن اصطلحوا الحمد لله، وإن كان هذا قانون عام يعني حق عام، ولكن يعني أما مسألة إني أنا أغرد أو أذكر سناب وبعدين أقول والله ما كنت أعلم، ترى يعني المسألة بتكون غير مقبولة إلى حد كبير. طيب خالد يعني أكيد بسألك عن فئة من الناس، أنا أكيد بأنك قابلتهم كثير في حياتك، ممكن أن البعض يخشى من القضاء وتوابعه وممكن يضيع حقه لمجرد أنه يبغى يتجنب المشاكل ويبغى يبتعد عن المشاكل وممكن أن أيضا أنه يسامح، فهنا كيف ممكن تنصح هذا الشخص؟ جميل جدا. هنا في قاعدة وهي أن المفرط أولى بالخسارة. القضاء موجود والقوانين موجودة وحقك مكفول، مجرد تصور التغريدة أو المقطع وتتوجه إلى الشرطة خلاص الإجراءات الباقية حتكون بشكل يعني تلقائي.
فكل هذا الأمر متاح، كون أنه أنت ما حبيت تروح يبقى ده حقك، يعني الدولة كفلت لك هذا الحق، فإن أنت حبيت تستخدمه أهلا وسهلا، ما حبيت يبقى ده أصبح مشكلتك، أصلحت الحمد لله رب العالمين يعني الصلح خير، ولكن القضاء موجود. مين اللي يخشى القضاء؟ الظالم. إن القضاء منصف ويعطي الحق لأصحابه، فصاحب الحق بالعكس يذهب إلى القضاء والقضاء إن شاء الله ينصره. المخطي أو الظالم هو اللي أكيد طبعا يعني حيخشى من القضاء، لأنه حيعلم أنه حتكون في عقوبات. لذلك بس إحنا بنقول التوعية مهمة جدا، الثقافة القانونية مهمة جدا قبل لا نتصرف، لأنه لو الواحد تصرف وغرد أو عمل سناب وجاء سأل بعدين خلاص راح الوقت يكون وقتها. شكرا لك أستاذ خالد أبو راشد، نورتنا اليوم ساعة شباب، ويعطيك ألف عافية. شكرا لكم. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل عطاؤنا لبيئتنا، مبادرة تهدف للحفاظ على أماكن الكشتات. بمناسبة يوم التطوع العالمي، أطلق فريق برق للإنقاذ وللمرة الأولى مبادرة بعنوان عطاؤنا لبيئتنا، تهدف إلى إنقاذ المناطق البرية من الممارسات الضارة بالبيئة. أكيد حنتعرف أكثر على هذه المبادرة وإيش أبرز أهدافها مع ضيفنا الأستاذ طلال عبد الغني، قائد فريق برق للإنقاذ. يا هلا فيكم، نورنا في ساعة شباب. بداية يلي لو تعطينا فكرة أكبر عن مبادرة عطاؤنا لبيئتنا وكيف بدت. يا أهلا فيك يا أخت لميا وكل متابعين روتانا خليجية وكل متابعين طبعا ساعة شباب. المبادرة هي مبادرة توعوية من فريق برق للإنقاذ بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي. أطلقنا المبادرة كمبادرة أولى وكمرحلة أولى في يعني منطقة جدة، منطقة مكة المكرمة. ما شاء الله تبارك الله. طب نبغى نعرف منك أكثر، يعني إيش نوعية هذه المبادرة؟ بمعنى إيش حتقدموا للبيئة كنوع من الخدمات؟ طبعا أول حاجة نقدمها للبيئة هي التوعية، توعية الإنسان السعودي بالحفاظ على بيئته. البيئة إلا نحن طبعا كفريق برق للإنقاذ دائما بنطلع عمليات إنقاذ للسيارات المغرزة والناس التائهين في الصحراء، بنلاحظ أشياء إنه الناس بتطلع يعني تكشط وتستمتع في البر وترمي مخلفاتها وما تأخذها معها. فهذه صحيح. كانت أول المبادرات إنه نحن لازم نوعي الناس بضرورة إنه هم يأخذوا الأشياء اللي جابوها معهم يرجعوها معهم، ما يرموها مكانها هنا، لأنها ضرت بالبيئة، ضرت بالحيوانات، ضرت بالطبيعة، ضرت بكل شيء، حتى بالنباتات. النباتات ماتت بسبب أنك أنت قاعد تنمي مخلفات بلاستيكية ما تتحلل بكل سهولة. أي والله صادق أستاذ طلال، وخاصة يمكن هذه الفترة ومع الأجواء الزينة والناس حابة أنها تغير جو وتطلع البر وتكشت، ترى حتى في جدة عندنا بر مو بس في الرياض. فنبغى نعرف متى وفين تم إطلاق هذه المبادرة بالتحديد؟ بدأت يوم الجمعة هذه اللي راحت، اللي هي 26/11/2021 من جدة بالتحديد، وبالتحديد من منطقة طعوس ذهبان. حلوة الأجواء هناك، تنفع بالضبط، تنفع للكشتات صح؟ منطقة ذهبان منطقة جميلة جدا 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 وخفيفة ولطيفة، والعوائل كلهم يعني يوم الجمعة لاحظوا ما شاء الله في أكثر من 1000 يعني شخص إلى 2000 شخص بيتجهوا إلى طعوس ذهبان يستمتع بالطبيعة والمنظر خيالي والغروب، يعني منطقة سياحية صراحة جميلة جدا. جميل. طب إيش أبرز الأهداف اللي حريصين على التمسك بها لتحقيقها من خلال هذه المبادرة؟ طبعا لأنه النظافة الله سبحانه وتعالى أمرنا وديننا الحنيف أمرنا بالنظافة، وهي يعني أضعف أقل شيء في الإيمان إمارة الأذان الطريق. النظافة مهمة للإنسان، والإنسان هو جزء من الطبيعة وجزء من البيئة، لذلك استمرار نظافة الإنسان على بيئته استمرار البقاء واستمرار الحياة.
فنهدف أول شيء لإنقاذ الطبيعة، لإنقاذ الإرث اللي عندنا في طبيعتنا. أنا يعني من الأشياء اللي حركتنا في هذا الموضوع، جانا واحد من السياح الأجانب وشاف قال بلدكم جدا جميلة لكن أنتم ما تحبوها. قلت له كيف ما نحبها؟ نحب بلدنا، ما في أحد يحب بلده. قال لو تحبوها تحافظوا على نظافتها، ما تخلوها تستمر معكم. عشان كذا نحن أصرينا فعلا أنه نحن نبدأ بهذه المبادرة بشكل قوي جدا. صحيح، جميل والله، يعطيكم ألف عافية على هذه الفكرة وعلى المبادرة. وأيضا عندكم هدف نبيل جدا في هذا الفريق وهو الوصول إلى 1,000,000 متطوع، فياريت تكلمنا أكثر عن هذا الجانب. طبعا نحن كفريق برق الإنقاذ نسعى لتطوع ملاك سيارات الدفع الرباعي المجهزة لإنقاذ أي أحد يعمله بتحصل مع أي مشكلة في البر أو في المناطق البرية. الآن مع المبادرة هذه نحن نهدف إلى الوصول إلى 1,000,000 متطوع من كل المتنزهين اللي حاضرين، اللي يروحوا يعني يستمتعوا في البر، بحيث إنه هو جوا داخل المنتزه يلاقي أفراد من فريق برق يعطوله طريقة الدخول لمنصة العمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتطوع. التطوع الآن صار سمة للمجتمع السعودي. صحيح، بس هل هو شرط يعني أستاذ طلال أن يكون عنده سيارة دفع رباعي؟ هل هو شرط أساسي أو لا؟ لا، بالنسبة لأعضاء فريق برق لازم يكون عنده سيارة دفع رباعي، لكن بالنسبة للمتنزهين بيجوا كل سياراتهم. فنعطي له فكرة أنه أنت لازم تسجل معنا في المنصة، بحيث أنه جمع النفايات أي صحيح. عملية يعني تطوعية تقوم فيها تسجل لك ساعات تطوعية في منصة العمل التطوعي، فبالتالي تنعكس عليك في حسابك وأبشر. جميل، بما أنك أيضا ذكرت بأن المبادرة برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فنبغى نعرف إيش نوع التعاون اللي صار بينكم. طبعا الوزارة الآن جيل جديد، جيل مختلف تماما، الله يعطيهم ألف عافية، نادونا وروجينا وعملنا معهم اتفاقية شراكة مجتمعية. من ضمن الاتفاقية هذه أنه فريق برق يكون ضمن منصة مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة، وصار أول مبادرة اللي هي شايفينها اليوم، مبادرة عطاؤنا لبيئتنا. جميل، طيب كم عدد المتطوعين الآن في فريق برق، وهل تحتاجوا متطوعين أكثر؟ عدد المتطوعين الآن تقريبا ما شاء الله تجاوزوا 1,000 متطوع متطوعة ما شاء الله. وطبعا هي يد واحدة ما تصفق، أكيد التعاون مطلوب من كل شخص يروح للبحر، للبر، للأودية، للجبال. لا ترمي مخلفاتك، خذها معك، أترك المكان أفضل من مكان، أو سيبه زي ما كان. لا صراحة يعني أنتوا ذهبتوا لمنطقة ذهبان وما سبتوا مثل ما كان، ولكن تركتوا أفضل مما كان، وكان في أيضا عملية تشجير للمكان. خلينا نتكلم عن هذه النقطة أكثر. عملية التشجير مبادرة من ضمن السعودية الخضراء، هي مبادرة صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الله يعطيه العافية، وتهدف إلى تسجير 10 مليار شتلة في السعودية. حنبدأ المرحلة الأولى في منطقة مكة ب10,000 شتلة ما شاء الله، حتتوزع إن شاء الله، وبدأنا فيها الحمد لله من أمس. جميل جدا، طيب الفترة القادمة مع جمال الأجواء حتكثر طلعات البر والكشتات، أنتم كفريق إنقاذ نبغى نعرف إيش أبرز الاستعدادات لهذا الموسم؟ طبعا نحن من أول أهدافنا هو رفع التوعية والتوعية والتوعية. التوعية مهمة للمجتمع، أنك أنت لابد أنك أنت تحافظ على نظافة البيئة، هذا واحد، على سلامتك، على كل إمكانيات أنت داخل البر تحتفظ فيها وتطلع فيها، خلي منطقتنا نظيفة عشان يجي اللي بعدك وانت تجي ثاني مرة في نفس المكان تلاقيه نظيف. لا تحرق، لا تدفن، كل أي هذه كلها يعني ممارسات خاطئة. صحيح، خد أغراضك معك وأرجع بيتك. في نحن الآن قاعدين يعني خاطبنا الأمانات إنه يتركوا حاويات كبيرة
قريبه، لانه صعب انه الامانه تدخل للمناطق البريه السيارات ما هي مجهزه. فنحن نقول لهم حطوا لنا يعني على بر، يعني انتم طالعين برا تلاقوا حاويه كبيره ترموا فيها المخلفات عشان ما نتعبكم وتكون العمليه سهله. صحيح، شكرا. وطبعا فريق برق جاهز على 24 ساعه في خدمتكم ومتحمسين وشغوفين لإنقاذ أي أحد يغرس البرق كسرعة البرق. يعطيكم ألف عافية، والله ما قصرت، وأنت أستاذ طلال وأيضا جميع أعضاء الفريق شكرا لكم ويعطيك ألف عافية. شكرا، شكرا جزيلا. طيب، بالتعاون مع أكاديمية نيوم للإعلام الجديد اختتمت جامعة عفت برنامج الإعلام الرقمي ليتناسب مع إيقاع مكان العمل الإعلامي المعاصر، حيث تم تخريج 30 مشارك ومشاركة بمشاريع وأعمال مسرحية مختلفة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير للزميل مهند قحطان. اليوم احنا مبسوطين جدا بتخرج 30 متخرج من نيوم اكاديمي، وان شاء الله باذن الله اكثر واكثر ان شاء الله في السنوات القادمه. اليوم شفت انا طاقه جدا غريبه في القاعه، لانه كلهم زي ما قلنا احسن واحسن واحسن في كل مجال، ولكن الاحسن ان شاء الله باذن الله يصير للافضل والافضل ان شاء الله في السنوات القادمه. اتمنى لهم كلهم التوفيق والنجاح يا رب ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله نيوم اكاديمي تكبر تصير كليات وتصير في جميع انحاء المملكه ان شاء الله. عندنا اوريدي احنا كليه العلوم السينمائيه، وهذا يعني تقريبا تعتبر من ضمن من اوائل الاقسام اللي قدمتها الجامعه لجميع انحاء المملكه. احنا الوحيدين اللي بنقدم علوم السينما في المملكه، فاحنا ان شاء الله باذن الله حنطرح هذا زياده وزياده بعض البرامج اللي هي تتعلق قصيره ان شاء الله باذن الله الاجل، نستقطب بها المتمكنين عشان نديهم مهارات أكثر وأكثر إن شاء الله. والله اليوم قدمنا برزنتيشن اشتغلنا عليها يعني مدة كم أكثر من أسبوع، ف يعني جهد جميل من الجروب اللي ما شاء الله عليهم، اللي الحمد لله أبدعنا، صورنا فيديو ومونتاج، وما كان لأي واحد من الفريق إنه خبرة إنه يسوي هذا الشيء. الحمد لله تعلمنا كل شيء عن طريق اليوتيوب وكل شيء، بس الحمد لله أنتجنا يعني مونتاج يعني فخورين به. يعني بتفيد أشياء كثيرة، يعني تتعلم معلومات يعني عادة تأخذ سنوات، أو بالجامعة تحتاج تحضر دورة تدريبية. احنا الحمد لله خلصناها في خلال 10 أيام، فالحمد لله صراحة استفدنا حاجات مرة يعني كثير، ما كانت فوق التوقعات. احنا جايين على اساس انه حيكون سوشيال ميديا وصناعة محتوى، ولكن اكتشفنا انه هو مو بس كده، هو بس يسوي يعني تقريبا للاكسبيرينس الحياة اصلا بشكل عام. يعني انا اشوف انها تفيد صناع المحتوى وصناع الافلام وصناع اي شيء يعني ممكن يفيد في العالم الرقمي. صراحة تغيرت من جميع النواحي، يعني من الناحية الشخصية تعرفت على ناس جدا مبدعين ما أقدر ألاقيهم في كل مكان، وتعلمت عن السوشيال ميديا كيف أسوق لنفسي كإعلامية، وصراحة كان جدا يعني له تغير كبير في حياتي. شيء الأحاديث التحفيزية خلتني أنه أبغى أسوي، أبغى أغير. We'll be right back.
الرياضة من الأمور المهمة لكل فرد، ولكن للأسف مو الكل عند القدرة أو الاستعداد للذهاب إلى الصالات الرياضية وممارسة الرياضة. هنا قد يلجأ البعض للاستعانة بالمدرب الشخصي للمساعدة في الحفاظ على اللياقة البدنية وممارسة الرياضة بشكل صحيح. ضيفنا اليوم هو أحد المدربين الرياضيين اللي اكتسب خبرة كبيرة جدا على مستوى التدريب الشخصي. حنعرف منه تفاصيل أكثر. اسمحوا لي أرحب بضيفنا الكابتن أيمن محمد. أهلا وسهلا كابتن أيمن، نورنا. الله يسعدك بنورك. كابتن أيمن، أنت مدرب رياضي شخصي متخصص في رياضات وزن الجسم والمهارات الحركية، فاشرح لنا عنها أكثر. طيب، احنا قبل ما نجاوب على السؤال هذا خليني أشرح إيش الفرق بين تمارين وزن الجسم ورياضة وزن الجسم. تمارين وزن الجسم هي كل الرياضات اللي بتعتمد على وزن الجسم، يعني ما بنستخدم فيها أوزان أو أجهزة بتساعدنا على أننا بنسوي هذا التمرين، هي فقط بتعتمد على وزن الجسم. بقاوم وزني مثلا في تمرين البوش أب، في تمرين البول أب أو السكوات أو غيرها. رياضات وزن الجسم هي رياضات اللي بنتنافس فيها أو وقت المنافسة تكون بوزن الجسم. وهذه رياضات كثيرة، فمنها مثلا السباحة. أنا بأسبح بحاول أسحب جسمي، بسحب وزن جسمي، ما بسحب معي أوزان. مثلا الجري برضو تعتبر رياضة وزن جسم، أنا بأجري برجليني بحاول أنتقل وأسابق وأجيب على المركز، أحصل على المركز الأول وأفوز. رياضات الكاليستنكس مثلا. فهذا هو الفرق بين تمارين وزن الجسم ورياضات وزن الجسم. فإحنا فهمنا للنقطة هذه بيوضح لنا الفرق بينها وبين رياضات كثيرة، وبيشرح لنا أكثر عن معناها. أتوقع كابتن أيمن، طيب متى بدأت في مسألة التدريب الشخصي، وهل حصلت على تأهيل معين لهذا الدور ولا لا؟ صراحة أنا في قصة صغيرة هي فيها الإجابة لهذا السؤال. أنا بدأت في التدريب الشخصي لأنه هو شغفي. لكن كيف بدأت؟ ما شاء الله. هم اثنين كانوا العامل الرئيسي في أن أكتشف هذا الشغف. طبعا في عمري تقريبا لما كنت 13 و14 سنة كنت تختوخ شوية، فأمي الله يعطيها العافية قالت لأبويا الوضع ما ينفع، لازم تشوف لنا حل مع عيالك. الله يخليها. فثاني يوم الله يعطيك العافية، ثاني يوم أبويا راح اشترى جهاز مشي، السير حق المشي. قال لي يلا يا أيمن من بكرة كلنا نمشي، أنا وأنت لازم ننقص وزننا. ففعلا سبحان الله بدأت في هذاك اليوم أو ثاني يوم طبعا بعد ما جاب الجهاز، وصرنا نمشي كل يوم. وكل يوم كنت بخلص كنت بستمتع بالوقت، كنت بنبسط حتى من يعني بالرغم من انه كان البروجريشن او المستوى حقي كان ضعيف. يعني كنت امشي 5 دقائق احس روحي بتطلع، لكن اكون راضي ومبسوط. اذا كان يعرفوا بعض الناس اللي بيمارسوا الرياضه اللي هو هرمون السعاده. فطبعا بعد كده استمريت، الله يعطيهم العافيه امي وابويا، صراحه هم اللي خلوني اكتشف هذا الشيء. وبعدها طبعا استمريت في رياضات مختلفة، مارست رياضات مختلفة. أيوة بالضبط، هذا المجال الكبير. بالضبط، وبسبب حبي وشغفي صرت أزيد معلوماتي، صرت دائما أقرأ كتب، أروح دورات، أحضر مؤتمرات، بحاول أتعلم حاجات كثيرة، أفهم إنه والله ليش الأكلة الفلانية بتساعد على زيادة الوزن والأكلة الفلانية ما بتساعد على زيادة الوزن. ليش والله التمرين الفلاني إذا سويته بالطريقة الفلانية أو بالطريقة هذه بيزيد عندي التحمل ما بيزيد عندي القوة، والعكس أنا لو سويت بالطريقة هذه بتزيد القوة ما بيزيد التحمل. فكانت في أسئلة كثيرة في مخي، فكنت أبحث عن إجابات لها، إلين وصلت إلى مرحلة الحمد لله صرت أشوف إنه بعض المدربين بيقولوا معلومات وبصححهم بالدليل بالإثبات. فوصلت لمرحلة الحمد لله قلت أنا جاهز إني أصير مدرب، لأني شفت بعض المدربين اللي حواليني وشفت المعلومات اللي عندهم، فقلت ليش ما أحول هذا الشغف إلى مهنة. بالضبط زي ما أنت قلتي. فالحمد لله بدأت، أخذت أول شهادة تقريبا في 2017، وكانت هي أول شهادة رسمية كمدرب شخصي. يعني قبلها كنت بأدرب، ولكن أدرب الناس القريبين مني وأصحابي ومعارفي. بعدها من 2017 بعد ما أخذت الشهادة بدأت أخلي الموضوع زي ما تقولي، حولت الموضوع إلى بزنس، والحمد لله هذه هي كانت أول شهادة أخذتها، وفي حاجات بعدها الحمد لله. جميل. طب من هي الفئات اللي قمت بتدريبها قبل كذا، ومن هي أسهل أيضا وأصعب فئة مرت عليك خصوصا في الرياضات الحركية؟ يعني صراحة صعبة جدا مو سهلة. فعلا صراحة
الحمد لله يعني اكتسبت خبرة كثيرة لأني مارست حالات مختلفة. لأني دربت حالات مختلفة، دربت أطفال، دربت كبار في السن يعني 50 سنة وفوق، دربت ناس شباب، دربت رياضيين وغير رياضيين، دربت معاقين، دربت ناس عندهم إصابات، دربت ناس رياضيين. فالحمد لله تنوع الحالات اللي دربتها أعطتني خبرة جدا كبيرة، ولكن مو بقدر التحدي في أني أعرف الباك جراوند أو أعرف مستوى كل عميل أو متدرب أحتاج أدربه. لأنه المدرب الشخصي كده في يوم من الأيام جاء له عميل قال له أبغاك تدربني. يا سلام، يا هلا والله، حياك الله. هذه اللحظة أنا ما أعرف كيف عاش المتدرب حياته قبل كده. ولنفترض أنه جاني متدرب عمره 25 سنة، إيش سوى في 25 سنة؟ صارت له عملية، سوى عمليات، صارت له حوادث، جات له إصابات، هل هو كان مثلا سمين بعدين نحف، هل هو عنده مشكلة في مفاصل معينة، عنده مشكلة في الحركة. كل هذه الأشياء هي التحدي الأكبر اللي بيواجهه أو التحدي الأكبر بالنسبة للمدرب. فطبعا في طرق معينة بتساعدني أنه أكتشف قدرات كل شخص عن طريق اختبارات معينة، تمارين معينة. الجميل كابتن أيمن أنك أسست نهج أو أقدر أقول أسلوب خاص فيك في التدريب بعد عدد من التجارب، والنتيجة يعني زي ما شفنا وعرفنا أنها ناسبت كثير من الأشخاص، فكلمنا أكثر عن هذا النهج. الحمد لله. طبعا زي ما ذكرت قبل شيء، الخبرة المتنوعة لحالات متنوعة هي اللي ساعدتني. فطبعا سويت منهجية معينة بناء عليها أبدأ أخذ كل عميل، أعطيه تمارين معينة، أحاول أختبر مهاراته، أختبر قدراته، أختبر إمكانياته، أحاول أعرف يعني أسأل أسئلة عن طريقها أعرف معلومات مثلا عن ماضيه إذا كانت عنده عملية أو اللايف ستايل اللي أو لايف ستايل بالضبط. كل هذه المعلومات بتساعدني في أني أصنف هو في أي مستوى من المستويات اللي أنا عندي في منهجية التدريب. أنا عندي أربعة كاتيجوريز أو أربعة أقسام رئيسية: مستوى تأسيسي، مستوى مبتدئ، مستوى متوسط، ومستوى متقدم. بناء على نتائج الاختبار ونتائج أو إجابات الأسئلة اللي هو بيعطيني هي، أبدأ أصنف فين مكان المتدرب ويبدأ يعني يتبع البرنامج اللي في نفس هذا المستوى. بعد كده طبعا كل ما يتطور حيروح للمستوى الأعلى والأعلى وهكذا. جميل جدا، يعطيك ألف عافية كابتن أيمن، ونورتنا اليوم في ساعة شباب، ونتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. آمين. شكرا. آمين. الله يعطيك العافية. شكرا مشاهدينا، بكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم. نشوفكم بكرة بإذن الله في نفس الموعد. لا تنسوا تتابعونا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشة، وأنا أقول لكم فمان الله.